مجتمع طول الوقت بيتفاخر بالفحوله، فهو لما يعاكس وينزل يعاكس البنات ده دلاله على فائض جنسي، فدي حاجه هو شايف ان هي تدعو للتفاخر وليس للخجل. ده هي مجرد عدم يعني ده جزء طبعا من اللي بتقوله ياسمين، وعدم ادراكه ان هو بيعمل حاجه غلط، يعني سيبك منها جريمه بس انها حاجه غلط دي في حد ذاتها، عشان ما فيش ثقافه في البيت تقول له ان ده غلط اصلا. المجتمع حواليه مش محدش بيقول له ده غلط، ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. ما فيش وعي مجتمعي ان التحرش ده جريمه، ان التحرش ده، ان الكلام لوحده جريمه، ان انت مجرد ما حتى تطيل النظر اليها وتبص لها بمده طويله دي في حد ذاتها جريمه. ما عندناش الوعي المجتمعي ده. هو التربيه اللي فيها تمييز ذكوري شويه كمان مختلفه، لانه طول الوقت بيتقال للبنت عيب وما تعمليش ومش عارف ايه وكذا، والولد اي حاجه يعملها حتى لما الام تيجي تقول له ما ابنك يا فلان عمل مش عارف ايه ده واد سيبيه بس ده ولد، بيلوموها على ان هي بيتم التحرش بيها عاده. يعني احد اسباب كمان ان البنات ما بتروحش لا تعمل محضر ولا تتكلم في الموضوع ان هي بتلام، بيتقال لها ما انت ما كنتيش لابسه كويس، ما انت كنت ماشيه لوحدك، ما انت ماشيه في وقت متاخر. يعني دايما بيلقوا باللوم على البنت. بس دي نقطه حلوه دي هنتكلم فيها، بس ناخد هبه الله. الو. ايوه. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طبعا بحيي مع حضرتك الاساتذه اللي قاعدين وبالاخص العالميه هبه الطرف العالميه. تحييك يا هبه. ميرسي يا حبيبتي. سلام مربع على هبه. اتفضلي. فانا حابه اقول لحضرتك ان التحرش الجنسي مش بالنسبه للكبار بس، ده التحرش الجنسي بالنسبه للصغيرين كمان. يعني انا لما بنت تكون لابسه فستان قصير او جيب صغير الاقي اللي يبص لها عليها وهي عندها 10 سنين. لما انا اكون حامل وماشيه وبمشي في الشارع وفي تحرش جنسي فما فيش اخلاق اصلا. حتى وانت حامل. حتى وانا حامل والله. الله ده مزاج. فدوت مش حكايه التحرش. حكايه التحرش الجنسي دوت بالنسبه للشعب المصري الاغلبيه اللي قامت بيه دلوقتي ده عدم اخلاق وعدم دين عدم ثقافه. اما بالنسبه للاستاذه اللي قالت ان هي وقفت وضربته ده احسن، يعني هم لما مثلا يجوا يتحرشوا بالكلمه او باللمس وياخدوا بعضهم ويمشوا ممكن يعيدوا تاني. لكن لو انا وقفت وقلت له الناس دي بالنت وفعلا صوتت ولميت عليه الناس فهيشوف عقابه فهيحرم ان هو يعمل المره الجايه حاجه ثانيه. مظبوط مظبوط. بشكرك يا هبه جدا. ناخد ميرفت. يا استاذه ميرفت. مساء الخير يا استاذ سامر. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. سامعك يا استاذه. انا من اسكندريه من كلمنج. اهلا وسهلا. الله يخليك. بالنسبه للمشكله بتاعت النهارده انا عايز اقول حاجه. دلوقتي انتوا بتقولوا ان البنت تروح تعمل بلاغ في الاسم. طيب انا لما اروح اعمل بلاغ في الاسم هل هيقولوا لي اسمه ايه؟ هيبقى انا ما عنديش بيانات. مظبوط. واخد بال حضرتك؟ فانا هروح ابلغ ايه؟ يعني هبلغ سمك؟ هو لازم يكون مع حضرتك. لا ما هو لازم يكون مقفوش يا استاذه. مقفوش صح. نعم؟ لازم يكون مقفوش يعني لازم يكون مقفوش. قفشتوه وخدتوه للاسم. اللي بيبقى مثلا اتفضلي. بيبقى مثلا واقف مع مجموعه اصحابه حتى لو انا بوخته بكلمتين زمايله بيقعدوا بقى يتكلموا ويهرجوا ويتريقوا ومفيش حد بيبقى واقف يساعدك انت في اللي انت بتعمله. صح. صح عندك حق، وهي دي نقطة مهمة. نقطتين، النقطة اللي قالتها ياسمين والنقطة اللي قالتها الأستاذة ميرفت. النقطة الأولانية بتاعت، وأنا عارف إن ممكن يجي لنا كلام عليها، بس هي طول الوقت إنه يتدور على مبرر يقول لك طب البنت اللي تم تحرش بيها، يعني أول كلمة اتقالت في الواقعة بتاعت فتاة الشرقية هي اللي مخليها أنا مراجعة. أول سؤال الناس سألته قالت لك طب هي كانت لابسة إيه؟ يعني شوفوا كانوا بيدوروا هم الناس عملوا معاها كده ليه؟ قال لك طب هي كانت لابسه ايه؟ فتقول لهم يا جماعه سيبوا دي على جنب، كانت لابسه مايو، كانت لابسه اسدال، مش دي القضيه، هي القضيه في الجريمه. لكن التفكير طول الوقت بيروح لغلطه البنت ايه؟ لانه الناس اصلا بتفسر الظاهره بتفسيرات خاطئه، بتقول البعد عن الدين، التبرج والسفور، الاختلاط، المشاهده الافلام الاباحيه، كل دي هتلاقيها في اي دراسه. هي الاساس برضه هيقول لك ان هي دي اسباب التحرش. دي ولا واحد من دول ليه اي علاقه بالتحرش.